فضلا وليس امرا. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا لزميل احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عشاق ومحبي كرة القدم الافريقية وبالتحديد دوري ابطال افريقيا تشامبيونز ليج الافريقي لموسم 2019-2020، هنا في ملعب استاد السلام، ملعب الانتاج الحربي في العاصمة المصرية القاهرة، امام هذه الجماهير، حضور جماهيري كبير قبل انطلاقة هذه المباراة ضمن اللقاءات المجموعة الخامسة في اطار طبعا المجموعة الأولى وضمن الجولة الخامسة لهذه المجموعة. الزمالك يتصدر طبعا مازن بهذه المجموعة، وهو ضيف الزمالك في هذه المباراة برصيد 10 نقاط. الزمالك صاحب الملعب والجماهير برصيد 7 نقاط. فوز الزمالك يضمن الله التأهل بإذن الله، بصرف النظر عن مباراته الأخيرة أمام فريق بريمير أغوستو فريق الأنغولي، في حين نادي مازن بضمن الصعود طبعا، وبالتالي مباراة اليوم أكيد مهمة على صدارة هذه المجموعة. الزمالك يريد أن يحقق الفوز ويرد اعتباره بعد خسارته في اولى لقاءات هذه المجموعه، المجموعه الاولى اللي بتضم كل من مازيمبي برصيد 10 نقاط، الزمالك 7 نقاط، ثم بريمير دو اوغوستو برصيد 2 ونادي زيسكو برصيد 2. الزمالك والحسابات، يمكن الزمالك باختصار يعني اذا فاز يتاهل اليوم، اذا تعادل لكن يتاهل، لكن بشرط تعثر بريمير دو اوغوستو غدا. لا قدر الله في حاله التغطيه الدفاعيه راسيه مصطفى محمد، كره ترجع للخلف، الضغط الزملكاوي المتوقع، حدو العمر حلو قوي في جنب الشمال، احمد سيد زيزو انطلاقه اللاعب الدولي، حضور المدرب كابتن حسام البدري اللي موجود النهارده ان شاء الله واللي بيتابع في هذه المباراه، عناصر ولاعبي نادي الزمالك امامنا. هذه الحوارات وهذه الالتحامات والبدايه القويه والحماس الكبير على الوصول والتاهل ان شاء الله، التاهل والصداره المطالب بها الزمالك بشرط فوزه ب3 اهداف نظيفه. يعني الزمالك العائد كاسونجو كابونجو اللي كان اعير للوحده وكان ايضا تواجد مع الكوينز الخطير، لكن شوف دفاع الزمالك، طارق حامد يا ولد يقطع التسديده واول، والزمالك يبحث دائما عن البطولات، احد القلاع كره القدم الكبيره، جماهير على التذكره وتذكرتي والامور المنظمه بشكل متميز جدا في الملاعب المصريه، خصوصا بعد التنظيم الرائع لامم افريقيا. مصطفى محمد الكره الخطيره، مصطفى داس عليها حلو قوي، اوباما هي الهدف الاول، ولكن ضاعت يا اوباما. ادي امامنا هنا مولي طلع الدفاع، فرصه كبيره للتسجيل من جانب اوباما، كرات العاليه راسيه المره دي، لكن الارتقاء وضربه راسيه من الونش تطلع الكره الى خارج الملعب. الونش في الارض الماضيه، الحارس محمود كيمش استلام على طول، فرجاني ساسي، زمالك امامنا هنا حضراتكم، فتره استقرار واداء مميز في المباراه الاخيره مع السعي للدوري 24، كرة ثابتة هنا ملعوبة حلوة قوي الكرة، لكن للمرة الثانية أمامنا هو الونش في المرة دي، أدي ضربة رأسية من الونش، لكن فين الونش أمامنا هو سجل في مرمى دي كداها في مشوار الوصول والتأهل. رياض الساحلي هو المتصدر 9 أهداف وطبعا النجم الجزائري، أدي كرة من زيزو لكن بعيدة، الكرة تطلع بعيدة حوالي 3-4 يردات عن المرمى، تطلع لخارج الملعب. أحمد سيد زيزو الساعة الأولى لم يثمر ولم يسفر عن هدف اللي كان منتظر مع يوسف بلايلي، على طول أمامنا الكرات الملعوبة، الكرات الأمامية يا ولد، حاجات الجميلة اللي تتعمل من شيكا وتمشي معاك كورة، أدي أمامنا مصطفى، ولد يا مصطفى، حلوة لمحة من لمحات مدرسة الفن والهندسة في رحلة البحث عن العودة لفتح أبوابها. بص شوف شيكا عمل إيه، شوف شيكا يعني أشعل المدرجات، عدى الكورة بمهارة مصطفى محمد، وركنية رابعة لنادي الزمالك اللي بدأ يقترب إن شاء الله من أول أهداف اللقاء. شيكا بقى لا عايز يعدي، لكن على طول كورة تقف معاه وتصل للمرة دي، يبدأ الهجمة، أوتشيا لاعب المدافع أهداف اللقاء، شيكا بقى لا عايز يعدي، لكن على طول كورة تقف معاه، حط الكورة البليس، لكن حارس المرمى سيلفيان إلى طارق حامد، البحث عن العمق الهجومي، لمسة من مصطفى لشيكا بقى اللي يلعبها له بينيه، على طول أمامنا مقطوعة، نادي الزمالك استلم على طول من طارق حامد. طبعا اللقاء ما بين طبعا مهارة شيكابالا ولمسة مصطفى، طبعا كديابا وكاتومبو واسماء كبيرة، واخيرا بنادي الزمالك اللي مسيطرين، استحواذ زملكاوي، لمسة فرجاني لكن مقطوع عليه مرة ثانية، استخلاص للكرة، ادي حازم امام الى فرجاني، اوشندي ارتباك في هذه اللقطات، اوشندي عدى عايز يسدد في البعيدة لكوينزا الى اوتشيا اللي بيلف كرة عرضية خطرة
جدا الكره اللي فاتت بين اوتشيا، لكن تدخل ورقابه من الونش عبد الشافي الضغط على مسيره الانتصارات لنادي الزمالك. تمريره من جانب زيس مونديكو وكباسو مميزين، المره دي يقطع على طول اوه بارنر، وكان طبعا مع كابرال في عام 2002 حل وصيفا في 94 وفي 2016 ونصف نهائي 79 وعام 2005. كره خطيره جدا من حازم امام، تدخل من حازم بشكل كبير جدا في اللقطه الماضيه. زمالك القابه كانت في عام 84، امكانيات ممتازه الحقيقه، يعني امكانيات ممتازه. كان قبل كده طول من جانب اوتشيا شيكابالا يضغط، لعب في المباراه الماضيه شيكابالا تقريبا لعب 60 دقيقه، لعب شيكابالا في مباراه الجونه وعودته، لم يشارك كثيرا شيكابالا في هذا الموسم اسمى لانه يريد ان ينافس على لقب هذه البطوله، يريد ان يصل الى الترجي في حجم الوداد في حجم الرجاء، واكيد طبعا النادي الاهلي الغريب والمنافس التقليدي في كره القدم اللي بيملك ثمن واللي عنده مكانه جماهيريه كبيره. يعني شيكابالا له مكانه جماهيريه كبيره. فاول لصالح امامنا لكونزا، فاول لكونزا رقم 29. مجموعه لاعبين صغار في حائط البشري، اربع لاعبين، ادي طارق حامد تسديده المره دي لكن قوي من احمد سيد زيزو، اتحرك له حلو قوي يا ولد يا حازم، يا ولد يا حازم، لكن العب العب بقى العرضيه صح، العب العرضيه كملها كملها. ست ابو ادم شيكابالا يلعب الكره العاليه، ومحمود علاء متقدم، محمود علاء عنده ثلاث اهداف افريقيه، محمود علاء نسخة الكونفدرالية سجل في مرمى جورمايا وسجل هدف الغالي في مرمى نهضة بركان من ركلة الجزاء، وكان سجل لو راسية مصطفى، وطارق حامد يلعب الكرة العرضية لكن مرة تانية عبة حلوة مصطفى، تدخل وهناك دفعة، وأمامنا مصطفى محمد في اللقطة الماضية فرصة كبيرة جدا كرة مصطفى محمد. من جبهة شيفو من جبهة زيزو، لكن ادي كرة من شيكابالا مع الانطلاقة والبداية مع وجود طبعا في دكة البدلاء كل من محمد عواد واسلام جابر ومحمد حسن ومحمد عبد الغني ومحمد ونجم ومصطفى فتحي بعد اصابة هي مع المنتخب الزمي. انطلاقة خطيرة من رائدي، استلام على طول زيزو، زيزو نادي امامنا زيزو، ولكن اسامه استخلاص للكوره وسقوط اللاعب احمد سيد زيزو في اللقطه الماضيه، ويبدو في اصابه عند زيزو. نادي امامنا كوره خطيره جدا للزمن، انطلاقات احمد سيد زيزو والمطالبه بركله الجزاء ونجم ومصطفى فتحي اللي بدا يستعيد. مصطفى فتحي واحد من النسخ الخطيره، الكوره مرور من حازم تسديده ابو جبل، ابو جبل ادي يسمح للزمالك بالتسجيل. هنا امامنا الكره على طول من زيزو، ملعوبه عاليه وراسيه سدات والمساحات، انطلاقه المره دي وتسديده من جانب اللاعب اوشيان دي، لكن على طول حازم بيثبت. بص تلاقي حازم يثبت، لا يتقدم حازم، شوفه بيثبت مع محمود علاء ومع محمود حمدي. طارق حامد انطلاقات نادي الزمالك، شيكابالا التفويته، شيكابالا عايز يعدي الشيكا غير اتجاهه، لكن الحصار ولم بصلتي يا ولد، اوه الكره العرضيه لكن المره دي تدخل. ادي المهاره احد الحلول، حازم امام يصلح كره خطيره جدا الكره اللي فاتت دي، وادي انطلاقه امامنا لكن طلع بيها موليكا خارج الملعب. حازم امام لازم يكون في حوار ويدخل مكانه محمد ونجم، يطلع شيكا وينزل اونالا مهمه، ونجم عنده ثقه الحقيقه كبيره، لكن ملعوبه حلوه قوي من جانب ساس بمهاره وبامكانيات واحد من ابناء نادي الزمالك كمان. ادي تمريره خطيره، سلام ابو جبل، كوره خطره جدا لكن رائع وتسلل، خطوره امامنا هو من موليكا. اثناء توقف اللعب بقى لعلاج الحارس محمد ابو جبل، طبعا بنتابع الوقت اللقاء رقم 28 لابو جبل اهتز، وكرة اللاعب امامنا محمد ونجم يلعب الكرة العالية، محمود علاء الكرة وقفت، كرة الهدف وقف، كان كرة هدف، وادي امامنا ونجم يا ولد، وايضا كرة ونجم اللي كانت منذ لحظات اللي دخل بديلا لشيكابالا، لا قدر الله ويكون هناك تعادل في لقاء الغد. ادي امامنا استلام على طول، منش مقابل ثلاثة، الذي ما زمت ارقامه اتحسنت كثيرا الشوط الثاني، ادي الكرة العرضية اللقاء ويقدم المستوى المنتظر، ادي تحرك المرة دي طارق حامد يسدد لكن في زاوية صعبة، طارق حامد يسدد من زاوية صعبة امامنا هنا في اللقطة الماضية، وسقوط جديد، إضاعة للوقت بشكل يعني مبالغ فيه من جانب لاعب موابي اللي اشتغل في السابق مع فريق كابوي.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.